ان في بعض الردود جات على كلام مرتضى منصور اللي جه في الفيديو. يعني خلي بالك النهارده كان في كلام ليس بالاسم وانما تلميح في كلام لمنشور وزيع للرئيس نادي الزمالك، زي موضوع اللاعب اللي قال عليه انه كان حاطط شرط في عقده اي حد مصري يتم التعاقد معاه اكتر من المبلغ اللي هو متعاقد معاه لازم يبقى نفس الرقم. يعني لو انا جابوني ب 15 مليون واللاعب ده ب 10، يبقى لازم عقده يترفع دايركت يبقى 15 زيي. وده كان يقصد هنا يوسف اوباما. وهنا يوسف اوباما راح منزل على انستجرام بتاعه كلمة كذاب، وطبعا فهمت انه هنا بيقصد بيها الرد على ما جاء في الفيديو. طبعا رئيس نادي الزمالك ما قالش يوسف اوباما، ولا يوسف اوباما قال انه يقصد بكذاب رئيس نادي الزمالك، ولكن اعتقد ان الامور مفسره نفسها. هو لما اتكلم كان يقصد يوسف اوباما، يمكن احنا انفردنا بتفاصيل عقد يوسف اوباما قبل كده وقلنا انه ده عقد اذعان وعيب ان لاعب يقول لو تعاقدت مع حد اكتر مني عقدي يتساوى بيه، لان ما فيش حد في الدنيا بيعمل الشرط ده في العقد بتاعه. عملوا في 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 اثناء تعاقده مع لجنه عماد بيه عبد العزيز، وقال اي حد مصري يزيد عني ربع جنيه انا ازيد الربع جنيه دايركت. النهارده كان بيتكلم عنه مرتضى منصور دون ان يذكر اسمه، ورد يوسف اوباما دون ان يذكر اسم رئيس نادي الزمالك بتاعه على انستغرام. وده كان الكلام ده يقصد بيه رئيس نادي الزمالك اوباما، واوباما هنا ما حدش عارف يقصد مين، ولكن الناس فهمت ان هو رد على كلام رئيس نادي الزمالك. كمان جاءنا من رد تاني علشان برضه نبقى على مسافه واحده من الجميع. الموضوع اللي اتكلم فيه رئيس نادي الزمالك في الفيديو وقال ان في لاعب ب 8 مليون اتجدد عقده ب 40 مليون، وهنا كان يقصد زيزو. والموضوع ده يعني عمل زي ما تقول عصبية وهيج زيزو، لدرجة انه جاءنا من المعسكر في الدوحة ان زيزو قال اي حد هيتعرض لعقدي امشي، وانا مضيت ب 40 مليون وكان ممكن امضي ب 50 و60، ولكن اكراما لجمهور الزمالك رضيت بال 40 وده تمني، ولو حد مس العادي بتاعي امشي. ده كان كلامه مع احد الاصدقاء في معسكر المنتخب. يبقى هو رئيس نادي الزمالك النهارده مرتضى منصور لما اتكلم في الفيديو وقال في لاعب ب 8 مليون اتجدد معاه ب 40 وده كلام غير منطقي، وانا اؤيده ان الكلام ده غير منطقي خالص، ان من 8 ل 40 ده صعب، يعني ممكن من 8 ل 15، من 8 ل 20، لكن 40 رقم مبالغ فيه جدا، وزيزو ما يستاهلش المبلغ ده للامانه عشان ابقى بما يرضي الله. ولكن زيزو تلقى هذا الكلام بانزعاج وقال اللي هيمس عقدي امشي، وانا عندي شرط جزائي خليني امشي في اي وقت وعندي عقود. وده كان رده على كلام رئيس النادي بس مع اصحابه وليس معلن هذا الكلام.